لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الخبير والمحلل العسكري العميد أحمد رحال. مرحبا بك سيادة العميد أحمد. يعني تقدم المعارضة المسلحة ماذا يعني من ناحية الموازين العسكرية في إدلب؟ مساء الخير. يعني حقيقة ما يجري في مدينة إدلب، وأنا أقصد الريف الجنوبي وريف حماة الشرقي، هي عملية عسكرية تتضمن عدة معارك تمتاز بالتقلبات المفاجئة والمواقف الحدية. يعني في اللحظة التي تم فيها تقدم النظام من منطقة أبو دالي والتمانعة بحدود 32 كيلومتر وأصبح على مقرب من أبو الظهور، قامت فصائل الثورة بإعلان معركة رد الطغيان التي أرادت عملية قطع اللسان الذي تقدم به النظام. ثم قامت هناك عملية أخرى من قبل النظام في جنوب حلب بعد سيطرته على جبل الحص وتل الضمان، وبالتالي أصبح هجوم النظام من ثلاث محاور: من الشمال باتجاه الجنوب من منطقة الوضيحي ومنطقة الحاضر، من الشرق باتجاه الغرب من منطقة تل الضمان، ومن الجنوب باتجاه الشمال من اللسان الذي تقدم عليه أي من سنجار باتجاه الشمال. هذا الوضع يعني أقلق فصائل الثورة السورية، ويترافق مع عملية صبيب ناري حقيقة منقطع النظير. لدينا خمس قواعد جوية، أربعة لنظام الأسد في مطار سين والشعيرات وضمير ومطار حماة، بالإضافة إلى قاعدة حميميم الروسية التي لا تتناوب على سماء المعركة. لدينا ثلاثة إلى خمس طائرات بشكل دائم تتواجد في سماء المنطقة، لدينا اثنين إلى ثلاثة حوامة تقوم برمي البراميل على المنطقة، ولدينا أيضا الصبيب الناري وقزايا الصواريخ من منطقة جورين ومطار حماة. هذا الوضع المتأزم في الشمال السوري قابلته الفصائل بتكتيكات مختلفة، تارة باستخدام الانتشار والقتال من عدة محاور سواء كان من الخريبي أو من نيحة أو من منطقة سنجار ومنطقة القريبة من مطار أبو الظهور، أو عبر اتباع تكتيك ما يسمى بالعلم العسكري المخالب الجارحة التي تعطي من مبدأ بحيث تقدم والهجوم الالتحام ومن ثم الأسر والاغتنام والانسحاب لعدم إعطاء الفرصة للطيران. لكن بالمجمل نحن أمام واقع عسكري غير مريح، وأن هناك منطقة قد تكون مهددة بالحصار وأقصر المنطقة الموجودة بقرب البادية السورية وتل الضمان. لذلك اليوم هناك تداعي من أجل فتح كل الجبهات لتخفيف الطوق أو لتخفيف التأثير على منطقة أبو الظهور وعلى ريف إدلب الجنوب. كيف للمعارضة أن تستثمر هذا التقدم العسكري لتحقيق مكاسب سياسية؟ يعني بالنهاية نحن أمام أهداف تطرح في المحافل الدولية من أن هناك مؤتمرات ومن أن هناك جنيف ومن أن هناك الأستاني، لكن نحن على قناعة كاملة من أن جنيف هو عبارة عن محطة لإعطاء المهل الزمنية لنظام الأسد كي يعيد السيطرة على الجغرافيا السورية، ومن أن الأستاني هي خديعة روسية من قبل طهران وموسكو ونظام الأسد لتركيا وللثورة السورية من أجل إعطاء الفرصة العسكرية أيضا لإعادة السيطرة لبشار الأسد. الشعب السوري وصل إلى قناعة مطلقة من أن تحريره وهدفه النهائي هو بقبضاته وهو بزنود مقاتليه على الأرض، وبالتالي نحن اليوم أمام موقع عسكري يقول أن الثورة السورية مجملة وبكل جبهاتها مدعوة لفتح قتال، مدعوة لإطلاق عمليات قتالية، لأننا أمام دول موسكو طهران ونظام الأسد لا تؤمن إلا بالخيار العسكري. هذا التقدم العسكري إلى أي مدى ترى أنه ربما سيغير المواقف السياسية الإقليمية؟ يعني لا أعتقد أن هناك الكثير من أصدقاء الشعب السوري الذين ما زالوا يؤمنون أو ما زالوا يدعمون الثورة السورية تراجع الموقف الأمريكي، تراجع معه الموقف الأوروبي، وبالتالي لم تبقى إلا دول محدودة سواء كانت المملكة العربية السعودية أو قطر أو تركيا هي من تقف حتى الآن إلى جانب الشعب السوري، أما البقية فقد تخلفوا وأصبحوا أسماء دون فاعلية. الشعب السوري يدرك تماما منذ أن انطلقت الثورة السورية قال ما أن غيرك يا الله، وبالتالي هو اليوم يقاتل لتحصيل حقه بيمينه وليغتنم من مستودعات النظام ما يكفل لاستمرار المعارك. وبالتالي الواقع الإقليمي يعني أعتقد أننا نلتقي مع تركيا، نلتقي مع بعض دول الخليج في دعم موقف الثورة السورية، لكن الجميع يدرك أن واشنطن وابتعادها عن دعم الثورة السورية أثر كثيرا على مجريات المعارك. إلى أي مدى تتوقع سيادة العميد أن يتكرر هذا التقدم في إدلب في مناطق أخرى أم أنها محصورة فقط على إدلب؟ يعني نحن نطالب الآن في فتح كل الجبهات. ما يحصل في الغوطة الشرقية والإجرام الدامي الذي يمارسه طيران موسكو وطيران الأسد والقصف المدفعي الذي يطال مدن الغوطة الشرقية وتهديد 400 مواطن أو 400 ألف مواطن في الغوطة الشرقية، ما يحصل في الحولي وسهل حمص، ما يحصل في ريف حماة وسهل الغاب،
الجبهة الساحلية بالأمس كانت هناك قرية تسمى التفاحية أزادها الطيران الروسي، وبالتالي نحن اليوم ننادي كل الجبهات من أن تشتعل. ولذلك نحن اليوم نوجه نداء إلى جبهة الساحل، إلى مهد الثورة السورية في درعا، للانطلاق وللمؤازرة ولفتح كل الجبهات. وأيضا هذا النداء موجه إلى الجيش الوطني الذي أعلنته الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى القوات المتواجدة في درعا الفرات. اليوم الثورة السورية تطلب نداء كل أبناء الشرفاء، وبالتالي نكون أو لا نكون هو شعار المرحلة القادمة. شكرا لك من اسطنبول الخبير والمحلل العسكري العميد أحمد رحال، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية.